السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد مع أم عدنان. النهاردة هنعمل بقى طريقة تنظيف السمك السنجاري. هو معلموه، مش أنا اللي هنضفه، ماشي؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده شكله هنا، ده بعد ما تنضف. يلا بينا بقى نروح نشوف هننضفه ازاي. وهنا هنجيب اول حاجه، احنا هنا جايبين خشبه وسكينه كبيره. طبعا حابه انك تعملي بالمقص، حاجه ترجعلك، بس هنا علشان السمكيه كبيره يعني الكاميرا مش مبينها قوي، السمكيه معايا هنا كبيره، فالمقص هيبقى صعب جدا ان احنا نعمل بالمقص، فالطريقه دي كانت طبعا اسهل لنا. طبعا احنا هنشيل طبعا الشوك بتاعها دوت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. حابه بقى انك تعملي الحاجه دي كلها بالمقص زي ما قلت لك، عادي ما فيش اي مشكله. لو السمك بتاعك صغير تعمليها عادي بالمقص، بس طبعا السمك بتاعنا احنا كبير فالطريقه دي اسهل لنا. هو من جنب ده هنشيل القشر كده، ومن جنب التاني نفس النظام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين بجد الشوك بتاعها يعني صعب جدا ان هو يتشال بالمقص، ممكن المقص كمان يتكسر منك. طبعا اول حاجة احنا هو هننضفها كده من الجنبين قبل ما نروح نعمل اي حاجة. بعد كده هنشيل العين، هتشيلي كده العين من جنب دوت. حابة طبعا انك تسيبي الراس برضو حاجة ترجعلك، بس هو السمك السنجاري احلى حاجة فيه انك تشيلي الراس بتاعته. اهو احنا كده فتحنا العين من الجنب ده، هنعملها تاني بنفس النظام من الجنب التاني. اهو كده احنا شلنا الراس خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا في اي بقى قشر تاني، في اي حاجة تاني هنعملها برضو. بجد الطريقة دي اسهل لك عن طريقة المقص والكلام ده كله. هنجيب بقى ايه الشوك اللي من جنب هنا وهنشيله هو كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اهو كده يا جماعه، كده اصبحت السمكيه جاهزه معايا ان هي بس ايه نفتحها وننضفها وخلاص. بس في حاجه برضو من السمكيه ما تتفتحش من بطنها، خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي السمكيه تتفتح ازاي. هبدا بقى ان انا ايه اشيل بقى القشر اللي بيبقى في جسم السمكيه كده. هو بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين، نبدأ فيها كويس كده من القشر دوت ومن عند الراس كده، نبدأ فيها كويس. وهنروح برضو من الجنب التاني اهو كده. بصي اتاكدي بقى انك نضفتيها كويس. ومن الجنب التاني برضو هنعمل ايه، هنعمل نفس النظام اهو. طبعا السمكية بتاعتك لو صغيرة هتبقى اسهل لك طبعا بكتير، السمكية دي بجد كبيرة، بس هي الكاميرا كمان مش مبينة، السمكية مش مبينة حجمها كويس. اهو يا جماعة كده طبعا احنا خلاص اهو شلنا القشر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنبدأ بقى بصوا السمكية من عند ايه الظهر، هتمشيها خط كده هو من عند الظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت.
انا جيت من عند الظهر ما جيتش من عند البطن. وما تنزليش على الديل من تحت، هتبقي فوق فوق الديل كده كده الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اصبح كده السمكية خلاص اتفتحت معايا. هاجي برضو من عند الراس وافتحها كويس من عند الراس اهو. السمك السنجاري يا جماعة بيتفتح من الظهر، ما بيتفتحش من البطن اهو. شايفين كده انا فتحتها من اول الراس لحد الديل تحت من عند الظهر اهو. تسلكي فيها بقى كده واحدة واحدة شايفين هو بيسلك فيها ايه، واحدة واحدة كده. وبعد كده هتفتحيها بقى ايه بايديكي كده. طبعا اي حاجة لسه ما اتفتحتش من جوه هترجعي تعمليها بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. يا جماعة اصبح ان السمك اتفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا دي اهو كده السمك خلاص اتفتح كده. هوريكم واحدة كمان شايفين دي طبعا ايه المصارين بتاعته اهو، من اول الراس لحد ايه فوق الديل. شايفين فوق الديل كده، ما تنجيش على طول، لأ بتيجي ميل مكان الشوك كده، بتيجي ميل. هنفتح اهو كمان الراس كويس اهو. شايفين يا جماعة جاية ميل ازاي اهو يا جماعة بالشكل ده كده. تبدأي بقى انك ايه تفتحي وتبدأي انك تسلكي كده من البطن من جوه واحدة واحدة اهو. شايفين شكلها من جوه. طبعا السمك بتاكل لو صغير هيبقى احلى كمان، مش هياخد معاكي وقت ومش ايه هيتعبك. اهو كده طبعا هو سمك معصلك شوية علشان كان في الفليزر شايفين يا جماعة اهو. وكده تفتحي السمكية كده اهي، السمكية كده اتفتحت معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو. ده كان شكل السمك بعد ما فتحناه، بجد حاجة ما شاء الله عليها، حاجة بجد جميلة. طبعا احنا هنكمل بيت الكمية اهو يا جماعة. انا كملت هنا، كملنا بقى الكمية ماشي خلاص كده. بقى انا هروح بقى ان انا ايه اغسله كويس ماشي، وهنطلع منه المصارين والزفارة وكده، وهنوريكم شكله بعد ما غسلناه. وهنا بعد ما تغسل بجد حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جميلة اهو. ده كان شكله شايفين بجد ما شاء الله عليه، حاجة بجد جميلة اهو. شايفين ما تفتحش من عند البطن، سمك السنجاري بيتفتح من عند الظهر. اهم حاجة لو الفيديو بتاعنا عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس. اشوفك في فيديو جديد.